ادي معي وكتبك. لا اله الا الله. جا هو كيجري دير العافيه العافيه، جا كيجري دخل عندي البيت هز لي الدري العافيه صافي، بدات كتجاهد بغى يخرج حبسته العافيه شويه، قال لي صافي عطيني الدري عطيني الدري. طليت هما يبانوا لي واحد جوج بوليس ويقول لي، وانا نقول لهم صافي غنتلاح، كيقول الناس كيغوشوا لا لا ما تلاحيش لا، والبوليسي هو يشجعني مسكين الله يجازيه بخير والله يخلي لي وليداتو ويخلي لي معز عليه، خدا مسكين واحد المنطه وقال لي صافي صافي غير تلاحي، قلت لي صافي نتلاح، قال لي صافي غير تلاحي. صافي شاهدت قلت يا غنموت يا غنعيش، صافي وانا نتلاح. وولدي مسكين بقى فيا بزاف، عنده 3 سنين مسكين، مسكين كيقول يا ماما ما نطلعوش، قبل اجي نطالين قال لي ماما ما نطلعوش غنتحرق، غتشعل فيا العافيه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال هشام، قضاء القدر، تحرقت لهم الدار، هو تصاب بالحريق، والابن الزوجة تلاحت من الدوزيام، مجهود كبير الله عز وجل أولا، ورجال الأمن كيفاش أمنوها هي باقا في الدنيا. غادي نشوف معاها القصة. أختي كدوي معايا وكتبكي، لا إله إلا الله، عاودي ليا كيفاش وقع من الأول. خويا كنا جالسين غير بثلاثة بينا، هو كان ناعس فاق مع ديك وقيشة ديال السبعة، قال لي طيبي واحد كويز ديال أتاي، نط شعلت البوطة مع شعلتها كتبان لي العافية ضربات الفوق، ما بقاش كتبان لي حتى شي حاجة باش غنطفي ولا شي. الروبيني معاه كاين حدا في الكوزينة هو اللي فيه الماء، بغيت باش نطفي زعما، جا هو كيجري دير العافيه العافيه، جا كيجري دخل عندي البيت هز لي الدري العافيه صافي، بدات كتجاهد بغى يخرج حبسته العافيه شويه، قال لي صافي عطيني الدري عطيني الدري. انا خايفه كنغوت من الشرجم، عشقوني يا عباد الله عشقوني يا عباد الله، الناس غير مجموعين برا، وقال لي عطيني نعتق الدري هو الاول، غادي مع غادي خشى الدري هنا في التريكو ديالو، غادي بغى يخرج مع الباب واحد الستاريك موقفه هنا ويتشد فيه العافيه، مع غيخرجوا قال طاحت لي على وجهه او ابط الدري. انا بقيت بوحدي في البيت صافي، تعزلت بقيت وسط العافيه، كاينه غير العافيه وانا صافي، بقيت بوحدي كنغوت، ربي اللي خلقني من الشرجم، مجموعين غير الناس كنغوت، الناس تجمعوا برا كيقولوا لي واش حداك شي حد، كنقول لهم لا راه كاينه بوحدي، راه تخنقت راه تخنقت بالدخان، الا ما طلعت من الشرجم ما كنطلعش النفس ونهبطها. صافي قالوا لي البوليس صافي، ولا كيبان لي غير الشرجم قدامي مع العافيه قربات، وكنشوف الباب كيدير بحالك كيتزعزع. طليت هما يبانوا لي واحد جوج بوليس ويقول لي، وانا نقول لهم صافي غنتلاح، كيقول الناس كيغوشوا لا لا ما تلاحيش لا، والبوليسي هو يشجعني مسكين الله يجازيه بخير والله يخلي لي وليداتو ويخلي لي معز عليه، خدا مسكين واحد المنطه وقال لي صافي صافي غير تلاحي، قلت لي صافي نتلاح، قال لي صافي غير تلاحي. صافي شديت في الحيط وبغى نتلاح وخايفه، صافي شاهدت قلت يا غنموت يا غنعيش، صافي وانا نتلاح صافي مابقى كيبان لي والو، صافي راسي دخ عليا، دخت صافي مابقاش عينيا مابقاوش كيشوفوا، دخت خواو علي بداو كيصرفقوا فيا، خواو علي واحد البوديزه وانا ما عادش قرعد الماء، صافي بديت حليت عينيا، قلت لهم ولدي ولدي وراجلي ولدي وراجلي، راه كيقولوا لي واش الفوق، قلت لهم ما عرفتش واش الفوق. انا خويا نفسيتي تحطمات نفسيتي تحطمات، كنشوفوا في هاد الحاله، هو اللي هازني كيمشي مسكين غير يبريكولي، وولدي مسكين بقى فيا بزاف، عنده 3 سنين مسكين، مسكين كيقول يا ماما ما نطلعوش، قبل اجي نطالين قال لي ماما ما نطلعوش غنتحرق، غتشعل فيا العافيه. خويا كنطلب من المحسنين، من خوتي المحسنين وسيدنا الله ينصرو، يوقفوا معايا في هاد العواشر ويتعاونوا معايا، راه عالم بيا غير الله. الدار كتعيشوا فيها كاملين؟ اه كنعيشوا فيها كاملين. عاودي لي انت والام وهو واخوك واخوه. خويا كنا عايشين بخير، ناس على قد الحال، ما عندناش ما خصناش، كارين الحمد لله ما عندناش ما خصناش، وتوقعت الواقعه. كتبات حدا دابا غنباتو هكا، لا ضو لا والو، لا ضو لا والو، لا شرجم لا شرجم لا والو، البرد اللي الناس ساكن جابوا لنا شي مينطات، هادشي اللي كتشوف بعينيك هادشي اللي كاين. بطل الزنقه واحد عطاني بوكاتيو سمعنا، كاينش اللي يسول لا والو، وجالسين كنا جالسين فرشين غير في الزنقه والو، الناس ما كاين لا حنين لا رحيم، ما كاين لا حنين لا رحيم والو.
البارح بعد بقينا بلاش، تطلعتنا مسكينه واحد السيده هي اللي وكلتنا وشربتنا، كاين الله يجزاها على خير. كاين المغاربه ولاد الخير، خيرين ولاد ويا الخير. ربي تكون هذه البدايه بدايه خير يا ربي. امين ما يا قدرتش رب، نكمل معاك والله ما امين قدرت، يا رب الله يفرج العالمين. عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه كما قلت في الفيديو السابق، الحريق قضاء القدر، ولكن في ما بعد الواقع هو الصعب، هو الصعوبه. الناس كيفاش كتعيش دابا؟ مساكن محروق هنا، الوليد محروق، ما عندوش مسكين تزربيه فين يجلس، خبز زي الخرا ما عندوش. ارجوكم غادي نوضع رقم الهاتف ديال هذه العائله، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، يا رب هاد الناس نساعدهم وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، اول ظهور كذلك ان شاء الله للام ديال هشام في الفيديو السابق، تبعوا معايا.